مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بتغطيه فعاليات الطبعه الثانيه من الصالون الوطني للترقيه العقاريه البناء والسكن سكنتاك هنا بالعاصمه وتحديدا بقصر المعارض سافكس. كما تابعتم مشاهدينا كان هذا الحدث قد انطلق في العاشر من شهر جانفي الجاري وسيستمر الى غايه الرابع عشر من هذا الشهر الجاري من سنة 2023. دون إطالة مشاهدينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم مباشرة. شركات عقارية جزائرية وأجنبية وأخرى مختصة في مواد البناء عمومية وخاصة، ديكورات داخلية للمنازل، بنوك عمومية وخاصة، وحتى شركات تكنولوجية مختصة في العقار، كلها كانت حاضرة في صالون سوناتاك في طبعته الثانية. قطاعات أخرى هو المحرك لقطاع الصناعة، محرك لقطاع الخدمات، لقطاع التكنولوجيا الحديثة. الصالون يهدف إلى خلق فضاء للتشاور بين المتعاملين لبعث مشاريع جديدة في السنة الجديدة اللي تحبها الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، سنة اقتصادية بامتياز. يعني هذه التظاهرة التي تنظم في سياق اقتصادي محفز لإطلاق الاستثمارات وبعث روح المبادرة تسمح بتثمين الابتكارات وتطورات التكنولوجيا التي يشهدها مجال العقار والبناء. مؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لوزارة السكن، متواجد منذ أكثر من 40 سنة، غني عن التعريف. Ça rentre dans le cadre de la présentation des moyens dont il dispose le RNAC وكذلك في إطار البحث عن شركاء جدد وتقديم كل الخدمات التي يقوم بها المخبر. سيغلي موبيليير دونك جينا avec un produit جديد sur le marché, c'est des villas individuelles complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est un projet de 35 villas sur 1 hectare et demi de terrain. Donc hectare ونص un terrain. C'est un projet qui est situé à Ouadghir, à Bjaïa. Emotify qui est la première marketplace numérique spécialisée dans l'immobilier neuf en Algérie. Notre objectif, c'est de redonner confiance aux personnes qui sont à la recherche d'un bien neuf. Et aujourd'hui, nous sommes ici au salon Souknetik afin de communiquer sur notre solution et d'aider les personnes qui sont toujours à la recherche comment obtenir, comment trouver le bien qui répond à leurs critères. إقبال الزوار على هذه التظاهرة كان واضحا من الساعات الأولى منذ الافتتاح، مما يشكل فرصة مواتية للقاء شركاء جدد لتوسيع النشاطات وتوفير فرص للعمل وخلق القيمة المضافة وبعث آفاق جديدة في المجال. ونعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى مجريات الصالون وهنا إلى بلاتو البرنامج المقام هنا بقصر المعارض هنا بسافاكس. أسعد كثيرا مشاهدينا باستضافة السيد أحمد حنيش وهو محافظ الصالون والمنظم ومؤسس أيضا هذه الفكرة. مساء الخير ومرحبا بكم. مساء الخير وشكرا على قناتكم المحترمة. مساء الخير لكل في المشاهدين وأسقو سمكاز، عام جديد إن شاء الله وكل عام والجزائر بخير. كل عام وأنتم بخير أيضا سيدي. أيضا أسعد كثيرا مشاهدينا باستضافة ابن الجزائر الذي يعود هنا إلى الجزائر السيد يوسف مطراوي وهو الرئيس التنفيذي لشركة ومؤسس أيضا شركة لاند ستيرلينج. صحيح. فوالا. مرحبا بك سيدي هنا بالجزائر. مستثمر جزائري يعود هنا للجزائر للاستثمار في بلاده وكذا هو مؤسس لمجموعة من الشركات خارج الجزائر، سنعود للحديث أكثر حول هذا الموضوع. إذن سيد أحمد حنيش كما تابع المشاهد من قبل كنا قد يعني شاركنا في تغطية فعاليات هذا الصالون، هي الطبعة الثانية، لكن سيد أحمد حنيش سكنتاك هو أول حدث اقتصادي ينظم في سنة 2023، هي سنة اقتصادية بامتياز حسب ما سبق وطبعا قاله السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ما هي الأبعاد الاقتصادية الحقيقية لهذا الصالون؟ صالون الترقية العقارية والبناء العصري والديكور هو صالون دولي، صالون فيه شركات جزائرية وشركات أجنبية.
هو أول صالون كما سبقتي وقلتي في السنة الجديدة سنة 2023، والصالون طبعا يهدف إلى إقلاع النشاط الاقتصادي عن طريق الشراكة، لأن الشركات الجزائرية لا يمكن، أي شركة لا يمكن أن تحدث إقلاع اقتصادي بشكل أحادي. فالصالون هو يجمع عدد من المتعاملين، وهناك أكثر من 60 عارض في الصالون، صالون سكنتك إكسبو في طبعة ثانية طبعا، وهو موعد يعد بالكثير بالنسبة إلى سوق العقار وسوق مواد البناء وكذلك أدوات ديكور، وإن الشركات الجزائرية اخطأت خطوة مهمة وما زالها طموح. لأنه أولا فكرة الصالون، عندما نشاهد 60 شركة حاضرة في الصالون، هذا يعني أن الجزائر راهي تتقدم والشركات راهي تخدم، والناس والزوار المهنيين والزوار الخواص يجوا للصالون يكون عندهم فكرة صديقة بوزيتيف، يعني فكرة إيجابية عن تقدم الاقتصاد الوطني. وهناك آلاف من الشركات كانوا يتمناوا يجوا للصالون كعارضين، ما كفهمش الوقت ولظروف أخرى جاءوا زاروا الصالون لأجل عقد فرص الشراكة، لأنه في الاقتصاد كل شيء يبدأ بفكرة، يعني عندما يتلاقى متعامل مع متعامل فكرة وينطلق المشروع بحول الله. إذن سيد أحمد حنيش، الجيد في الأمر اليوم هو مشاركة بعض، نقدر نقول بعض الشركات العمومية في هذا الصالون وكذا الخاصة، ما تعليقكم على هذا، أو ما حتى ما هي الاستراتيجية التي قمتم بها لجذب مثل هذه الشركات للمشاركة؟ والله يعني إيجاد شركة عمومية تشارك في الصالون أمر صعب للغاية يعني، وهذا راجع إلى العقليات، إلى العقليات مدراء الشركات، ولله الحمد تمكننا من إقناع البعض منهم، وما زال الكثير من مدراء الشركات الصناعية فالعمومية يعتبروا أنفسهم مجرد موظفين، مجرد شهار، ما عندهمش علاقة بالمانجمنت وبتطوير الشركة. اليوم بعد مجهود بطبيعة الحال درنا صالونات في قسنطينة وفي وهران بعد جهد لسنوات للتحسيس، نتقربوا من الشركات، يا سيدي أنت مسير شركة اقتصادية، ماكش تاجر، ماكش موظف. كانوا يخافوا بعض الوقت في وقت مضى، أما اليوم وحتى الدولة الجزائرية لغات ديبيناليزاسيون دو لاك دو جيستيون، يعني عملية التسيير ليست مجرمة، يعني نحاو التجريم عن خطأ في التسيير. فاليوم مدير الشركة عمومية هو حر، كل حاجة تقدر تجيب شيء إيجابي للشركة فيقدر يدخل إلى السوق، إلى التنافسية. فوصلنا عندنا عدد فلا بأس به حوالي 10 شركات عمومية، وإن شاء الله هذه الفكرة تمشي، لأن الاقتصاد الوطني حتى في إطار الشراكة بين العمومي والخاص، يعني سكون أبل بي 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 لفلونسات الدولة الجزائرية، يعني قدمته كحل من حلول التنمية، ما زال ما عرفش طريقه إلى التحقيق، لأنه حتى شركة صغيرة، شركة خاصة، ماذا بها تحتك بشركة وطنية ويدير معها شراكة. الشركات العمومية عندهم خبرة لسنوات، عندهم يعني فراسيد كبير يقدر يفيد الاقتصاد الوطني عن طريق المناولة. فاليوم كرهم هنا، وإن شاء الله الفكرة تزيد تمشي، وإحنا نزيد فكرة التحسيس، يجي نهار إن شاء الله وإن الشركات العمومية تبدل الذهنيات ونتقدم إن شاء الله لتحقيق الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة. وهذا الشيء الجميل أنه اليوم نشوفه، هناك مزج ما بين القطاعين العام والخاص، والشيء الأحسن أنه أخيراً تم الاستجابة لمطالب شركة الخاصة التي كانت ممكن نقول أنها مهمشة في بعض الأحداث الخاصة بمثل هكذا مناسبات. اليوم قانون الاستثمار في غير كل معاليم الاقتصاد الجزائري، اليوم مسموح لأي أجنبي وحتى جزائري مقيم بالخارج
خارج المجيء إلى الجزائر والاستثمار في الجزائر حسب القوانين المدرجة من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2022. سيد يوسف مطراوي، أنتم اليوم أحسن مثال على هذا الشيء، جئتم إلى الجزائر للاستثمار في الجزائر. قبل الحديث على مشاركتكم في السالون، أود لو نتكلم عن مشاريعكم هنا في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت نشكركم على حسن الاستضافة في هذا المكان الجميل، هذا الحضور الجميل. وفي الحقيقة المستضيف الحقيقي هو السيد أحمد حنيش. شكرا أستاذ أحمد. يعني هو المنظم. شكرا أستاذ أحمد على هذا التنظيم الجميل كذلك. يعني بصراحة يهمني كثير أن نكون متواجدين في صالونات مثل هذا الصالون، يعني منظم بشكل صحيح، الشركات أجنبية تجي تعرض خدماتها وتعرض خبراتها في البلد. احنا كشركة لانسترلينك متواجدين في الخارج، شركة أجنبية ملاكها جزائريين متخصصين في مجال الاستشارات العقارية، متواجدين في بريطانيا، في شمال بريطانيا، في الإمارات، في دبي، في أبوظبي، في السعودية. فاليوم الحمد لله رانا جينا لبلادنا الحبيبة، شفنا تغييرات كثيرة صارت. يمكن كثير من الجزائريين اللي في الخارج، وبالمناسبة نقول لهم كل عام وانتم بخير للشعب الجزائري داخل وخارج الوطن، وإن شاء الله دائما بلادنا بخير واقتصاد بلادنا إن شاء الله راه في تطوير، وهذا شيء جميل. جينا نساهم في هذا التطوير، في هذا النمو. عندنا خبرات في الخارج، عندنا خبراء جزائريين كثيرين عندهم الرغبة للدخول للسوق الجزائري. يمكن السنوات الأخيرة كانوا مترددين، بطبيعة الحال اليوم القوانين الجديدة اللي متواجدة تشجع على الاستثمار في البلد. أنا نقول لهم مرحبا بكم في بلادكم. أنا أعرف عديد منهم عندهم خبرات كثيرة وفي قطاعات مختلفة، فأنا اليوم نقول لهم مرحبا بكم، جيبوا هذه الخبرات، البلد رأيت ترحب بكم هنا. إحنا يمكن نكون نقطة وصل بينهم وبين الجزائر وبين السلطات. وعلى فكرة يمكن بعض الجهات كانوا عندهم تردد، مش عارفين قوانين، مش عارفين إجراءات. أنا أقول لهم والله كل جهة من الحكومة الجزائرية جلسنا معاهم ومن السلطات المعنية خصوصا بالعقار رحبوا بنا ترحيب كبير وسهلونا الدخول، سهلونا الإجراءات. يعني شيء جميل جدا، لأنه هذا اللي اليوم تحتاجه البلاد. كلنا رانا على صفحة واحدة ورانا نتكلموا نفس اللغة، لغة النمو، لغة التطوير. أنا اليوم لغة الاقتصاد خاصة. نعم نعم، الاقتصاد راح يحتاج يعني خبراء في كل مجالات، ويحتاج تجارب عالمية ندخلوها. احنا كشركة متخصصين في العقار على أعلى مستوى من معايير ونشتغل بأسس دولية. أنا اليوم يهمني الجزائر نجيبوا لها أفضل المعايير باش النمو تاعنا يكون نمو صح واقتصادنا يكون قوي. الجزائري في الخارج عنده يمكن بعض التحديات او تخوف من بعض الامور خصوصا في المجال السكن. انا نوعدهم ان شاء الله راح يكون في الجزائر مشاريع نوعيه وبجوده عاليه توفر له جوده حياه مناسبه له ولاولاده، ورح يلقى إن شاء الله مشاريع أفضل من المشاريع اللي شافها في الخارج. وسمعنا كلامهم من ناحية جودة المدارس، ونوعدهم رح نبني أفضل المدارس إن شاء الله في العالم، نبنيها هنا في بلدنا الحبيب، نبني أفضل المستشفيات. وما نسيناش احنا إذا فهمت جيدا، فمشروعكم يشمل العقار في مختلف المجالات طبعاً، وليس فقط مجال الترقية العقارية. بالتأكيد احنا نركز على قطاعات مختلفة في العقار، مركزين على القطاع السياحي، وإن شاء الله راح يلقاو أفضل المشاريع السياحية في البلد وبمواصفات دولية، ويلقاو الخدمة اللي هم متعودين يشوفوها في الخارج يشوفوها في بلدهم، ومن من 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 موظفين جزائريين. عندنا البلد جميل في كل زواياه، عندنا احسن الشواطئ في العالم، عندنا جبال، عندنا ثلج، عندنا صحراء، راح نقولها عندنا صحراء. هذا الخلط هذا ماهوش موجود في اي بلد اخر في العالم. عندنا اكبر بلد في العالم راه موجود في قاره اليوم راهي كلها تتطور متجهه لمستقبل يعني افضل. أنا اليوم نقول لهم إن شاء الله من ناحية الجودة، وهذا الشيء يهمني كثير لأنه تواصلت مع خبراء جزائريين لمدة سنوات ندرس
كيف نقدر ننفع البلد، كيف نقدر ننفع اقتصادنا. الدخول راح يكون صحيح وراح يكون في وقت مناسب، ورانا اليوم في افضل وقت انه ندخل فيه، فسواء في قطاع الصحه او التعليم او الصناعه، في جزائريين حابين يكون عندهم مصانع او يفكروا في انشاء مصانع في البلد، نساعدهم ونسهل لهم ان شاء الله هذه الخطوات. في الفلاحه كذلك الجزائر راح تتميز بشكل كبير، والله منتجاتنا لو تعرفي في الخارج يعني نبحث عليها بشكل كبير وما نلقاهاش بسهوله. نوعد كل فلاح راه يسمع فيا ومزارع، المنتجات الجزائريه ان شاء الله نوصلوها للخارج وندخل مستثمرين في هذا القطاع يساندوا كمان اصحاب الاراضي الفلاحيه، قطاع الصناعه، قطاع الفلاح، قطاع الرياضه كذلك. لازم ننشا يعني مراكز رياضية للشباب الجزائري، الشباب عنده طاقة جميلة وإن شاء الله نساعده إن شاء الله. سيد مطراوي، إذن مشروعكم يشمل عدة مجالات، ولعل أول خطوة هي خطوة الترقية العقارية والعقار والبناء. نظن أنه بدأتم هذه الخطوة من خلال المشاركة في هذا الصالون الذي يحمل طبعة وطنية لكن امتدت حتى إلى الخارج. كيف تقيمون مشاركتكم اليوم في هذا الصالون، خاصة وأنكم في مواجهة مباشرة مع السيد المنظم؟ والله بدون مجاملة، بالعكس أنا نقول له حقيقة تفاجأت يعني بعدد الزوار وتنظيم الجميل هذا. إحنا شفنا عدد كبير من المواطنين الجزائريين جاءوا وشافوا مشاريع وتعرفوا علينا، وحتى يمكن طريقة تسويق وعرض الأماكن هنا والله جدا جميل وعلى مستوى عالمي. أنا مرتاح جدا في هذا الصالون بوجودكم، بوجود هذا الزوار الطيبين. كانت عندي جلسات كثيرة ونقاشات صراحة جميلة. احنا جبنا عدد من المشاريع في الخارج، وقريبا إن شاء الله حيكون عندنا مشاريع في الداخل. اليوم المستثمر الجزائري أنا نقول له اطمن، تقدر تستثمر بكل أريحية، تقدر تشتري عقار سكني في أي مكان. إحنا عدنا دائما نسمي حالنا المرافق العقاري، وأنا يهمني استخدم هذا اللغة لأنه المواطن الجزائري تعب على الفلوس تاعه وتعب أنه يجمعها، يحتاج مستشار ومرافق يرافقه في وخاصة الثقة، الثقة في لأنه حدثت كثير من المشاكل في مجالات العقارات، ونظن أنه أول صفة لازم تتميز بها المرقي العقاري ولا صاحب المشروع هي الثقة، أنه يكون إنسان موثوق. سيد مطراوي حنعاود نرجع ليك، لكن نعاود نرجع إلى من جديد إلى السيد أحمد حنيش. فقط أود سؤال يعني سؤالك حول موضوع هو قلة هذا النوع من الصالونات هنا في الجزائر، ما رأيك؟ الصالونات قليلة أكيد، لكن تحضير الصالون، إنجاز الصالون هو عمل كبير جدا. ما نراه اليوم هو نتيجة عمل لعدة أشهر، اتصالات، التنظيم، التسويق، يعني عمل جاد، فريق متكون من أكثر من 20 موظف في المكتب وأكثر من 30 موظف يعني خارج المكتب في مختلف الولايات في مختلف الدوائر. هو عمل شاق جدا، ولكن هذا التحدي رفعناه. وفي شركة سانفلاور كوميونيكاسيون كذلك عندنا صالون في الشرق الجزائري، كان لنا الشرف لأسسنا أن صالون البناء والترقية العقارية والأشغال العمومية للشرق الجزائري بعاصمة الشرق الجزائري بقسنطينة منذ 2018. درنا الطابعة الخامسة في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك عندنا صالون وهران للاستثمار لتكون الطابعة الخامسة في شهر مارس القادم إن شاء الله. هذا كل الجهد، وكاين منظمين آخرين كذلك يسعوا إلى تقديم المزيد، لأنه المنافسة في السوق احنا نتمناوها يكونوا منافسين كثر لكي نصل إلى جودة المنتوج. فجودة الصالون، طبعا الصالون هو منتوج، يعني هو منتوج بدبي، المنافس تاعي يكون يخدم خدمة ولا نخدم خير منه، والمنافس يجيب فكرة نجيب فكرة خير منه، حتى في مختلف المجالات، مختلف الصناعة والعقار والبناء. فهذا الشيء طبعا فيما يخص الإجراءات التنظيمية، فيما يخص يعني مؤسسات الدولة، لا يوجد أي مشكل يعيق تنظيم الصالون، إنما الفكرة وتحمل مشاق المشروع هو الذي يخلي بعض الناس ما يخدموش، لأنه عمل شاق جدا. اليوم جمعنا 60 عارض
فربما اتصل الفريق التجاري ب 2000 أو 2500 مؤسسة، لأنه فيه عمل التسويق، عمل التحسيس، عمل الاتصال. نقطة الاتصال نقطة مهمة جدا جدا جدا. اليوم يعني نحن نشيد بطريقة تواصلكم مع وسائل الإعلام، لم تكن هناك عراقيل بالنسبة لوسائل الإعلام للدخول والقيام بالتغطية، كانت استراتيجية ناجحة جدا. كيف تقيمون يعني الاتصال هنا في الجزائر في هذا الشق، في شق تنظيم الحفلات وتنظيم الأحداث الكبيرة والصالونات؟ طبيعة الحال في تقييم الصالون أقيم صالونات شركة سان فلاور كوميونيكاسيون، لأن دائما نكون محافظ الصالون ودائما نكون في اتصال مع الصحافة الوطنية، يعني الصحافة مكتوبة أو الصحافة إذاعية أو متلفزة. بحكم خبرتي يعني الشخصية أكثر من 20 سنة في الميدان، وتقلت حتى المسؤوليات في الميدان، يعني أخذنا قرارات لتسهيل العمل الميداني للصحافة الوطنية، لأن الصحافة الوطنية هو شريك فعال وشريك أساسي في كل عملية تنمية. نحن نفتح الأبواب للصحافة ونحن لنذهب إلى الصحافة لكي نعرض عليها المشروع. الصحافة هي سلطة رابعة لازم نحللها البيبان، والصحافة ونشكركم بهذه المناسبة يعني قناة الاقتصادية لحقيقة أن وقفتم على الصالون، هذا دليل على احترافيتكم، وهي خدمة عمومية، لأن الصحافة كي نقول خدمة عمومية ليست بمعنى خدمة عمومية يعني الصدقات للفقراء والمساكين، لا، في الخدمة العمومية هي خدمة ما يقدم للوطن شيء، التقدم، هناك خدمة عمومية في مجال الاجتماعي، نعم أكيد كلنا معنيين، خدمة عمومية في المجال السياسي وفي الديمقراطية، نعم والله عدنا في الميدان الاقتصادي أظن في هي حجر الزاوية لرسالتكم النبيلة، نتمنى وتكونوا دائما متواجدين في الصالونات لإعطاء قيمة مضافة. سيد مطراوي، قبل أن نختم معكم، لو تعطونا نظرة شاملة حول مشاريعكم خارج الجزائر وحول شركتكم أيضا. قيد الإنشاء، احنا دائما قبل ما نجيب أي مشروع نعمل دراسة كاملة على المشروع، نشوف كيف الهندسة المالية للمشروع، هل هو حيكون يبنى بجودة جيدة، هل الاستثمار فيه مناسب. فإن شاء الله احنا دائما مثل ما قلت لك يعني احنا نكون مرافق العقاري، يمكن مش هذا المشروع يناسب عدد يمكن ما يناسبهمش، احنا نشوف ندرس ايش الهدف من الاستثمار، وان شاء الله نرسم خطة الاستثمار لأي راغب للدخول في مهنة العقار كشركة الجزائر. وش يهمني نقول انه اليوم كشركة عندنا رغبة حقيقة في تنظيم قطاع العقار في البلد وإدخال ثقافة العقار الصحيحة. احنا درسنا تحديات السوق اليوم، عارفين كيف نقدر إن شاء الله نساهم في تنظيمه، والحمد لله الجزائر الجديدة جزائر فيها خير وفيها بركة وراي متجهة في الطريق الصحيح. احنا من ناحيتنا نساهم من خبرات اللي عندنا في هذا القطاع، والجزائريين اللي يسمعوني في الخارج وحتى في الداخل، الجزائر مش راح يبنيها شخص واحد أو اثنين، لازم كلنا نتحد إن شاء الله، اللي يعرف أنه في عنده شيء من الخبرة يقدر يفيد به بلاده مرحبا به يجيبه إن شاء الله، ونرحب بأي واحد يتواصل معنا. شكرا سيد مطراوي. الكلمة الختامية لكم عبارة عن سؤال، هل مستقبلا ستكون في هناك طبعة الثالثة لهذا الصالون، وكذا لما لا تنقل رحالها إلى ولاية أخرى من ولاية الجزائر خاصة الجنوب؟ أولا نشكركم مرة أخرى قناة الاقتصادية اللي خدمت عمل مهم في الصالون. الصالون بطبيعة الحال إنشاء كفكرة، يعني ولد العام اللي فات عنده عام أو في العام الثاني يبدأ يمشي والحمد لله، يعني صالون واعد، صالون عنده آفاق كبيرة، لأنه السوق الجزائري في البناء والعقار هو يعني أحسن سوق من حيث الحركية والديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب الدراسات. عندنا بلد شاسع، عندنا إمكانيات المناجم يعني لصناعة المواد الأولية، مواد البناء، عندنا أراضي شاسعة، ومع القوانين الجديدة عندنا قوانين مسهلة إن شاء الله للاستثمار.
فتبقى إلا أيادي الجزائريين، ونحن سننجي صالونات أخرى وفي مختلف مناطق الوطن وحتى في الجنوب الجزائري، إن شاء الله نتوجه إلى الجنوب الجزائري لنساهم في تحقيق توازن الجهوي، وإن شاء الله يكونوا منظمين آخرين يعني لتكون المنافسة في جهات أخرى من الوطن، لأن خدمة الجزائر بحاجة إلى آلاف الشركات ليست شركة، والسوق مفتوح كاين في ديناميكية، وإحنا نرحبوا بكل واحد يمد قيمة إضافية ونزيدوا نتعلموا منه باش نخدموا الجزائر، لأنه عندنا بلاد واحدة هي الجزائر إن شاء الله. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام برنامجنا متواصل معكم، ونلتقي بعد هذا الفاصل مع ضيوف جدد لمواصلة الحديث حول صالون سكنتك. مشاهدينا الكرام نعود إليكم مباشرة من قصر المعارض صفاكس والطبعة الثانية من سكنتك. المعرض مستمر والزوار في إقبال مستمر أيضا، والسادة الضيوف معنا هنا في بلاتو البرنامج الخاص هنا على قناة الاقتصادية الأولى. أسعد كثيرا باستضافة السادة الضيوف، السيد زراري حسام وهو مسير شركة كونفور سيرام بعروس الزبان بسكرة. مساء الخير. مساء الخير سيدتي، أشكركم أولا على الاستضافة الكريمة في القناة الاقتصادية الأولى، وكما نقول أولا للشعب الجزائري نهنئه أسقاس أمقاس بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة. شركة كونفور سيرام فقط. نعم. سيدي قبل أن تبدأوا بالحديث عن شركتكم، أيضا أسعد كثيرا باستضافة السيد نسيم شيبان وهو مسير شركة سيجلي للترقية العقارية بولاية بجاية لؤلؤة الشرق الجزائري. بارك الله فيكم، شكرا لكم على الاستضافة. أولا نقول لكم أسقاس أمقاس، أسقاس مربوح، كل أسقاس الصحة لهنا إن شاء الله. بارك الله فيكم على الاستضافة،
نشكركم على هذه الفرصة اللي اعطيتوها لنا باش نقدروا نقدم لكم المنتوج تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا سيدي على هذا الاثراء. واجب انه احنا ايضا نوصلوا اصواتكم الى اكبر شريحه ممكنه من الجمهور ومن المواطنين الجزائريين. مشاهدينا، هذا الصالون نشهد ايضا مشاركه كبيره للشركات العقاريه وكذا ايضا مواد البناء، الحديد، السيراميك، الاكسسوارات الكهربائيه وكل ما يخص البناء. نتابع هذا التقرير ثم نعود مباشرة لإثراء هذا النقاش. الطبعة الثانية من الصالون الدولي للترقية العقارية والسكن، فرصة للم شمل كل صناع المجال في مكان ووقت واحد. كأول عرض لنا للمنتجات، أولا التقرب من الزبائن والتعريف بمنتوجنا على النطاق الوطني. عندنا تطلعات أننا نبدأ في التصدير إن شاء الله في سنة 2023 إلى كل العالم وخاصة في السوق الإفريقية. Nos produits sont 100% des produits algériens ainsi que les fournisseurs. Ça veut dire que la matière première n'est pas importée, elle est algérienne à 100%. نتمنى نكون في الإكسبورتاسيون إن شاء الله. بدينا في الإجراءات تاع التصدير، وخاصة بالنسبة للدول الساحل الإفريقي والدول الإفريقية المجاورة. شركات خاصة بالسيراميك، الحديد، الأحبال الكهربائية وكل إكسسوارات الكهرباء وبمعايير دولية، خواصا كانوا أم عموميون، كلهم موجودون هنا. مؤسسة الإنتاجية تريفها الموجودة برغاية تقوم بإنتاج 3 وحدات إنتاجية: شبك الملحم والسلك المدرفل والأعمدة الخفيفة. تقوم بتمويل السوق الجزائري للمشروع السكن. الإلكتريك يعني التخصص تاعها هو القوابس، المآخذ، يعني لي بريز، ملتي بريز، لي فيش، لي لامب سبوت، المصابيح. لافريكا عندنا تونس، متواجد المنتوج تاعنا في تونس، موريتانيا، بوركينا فاسو، السنغال. الهدف واحد، وهو المساهمة في ترقية مجال العقار من طرف جزائريين داخل وخارج الوطن، مما يساهم في تطور المجال، وكل هذا يصب لغاية راحة المواطن. نشجع ثانيك حتى في جزائريين كثيرين في المغتربين حابين يستثمروا في الجزائر، يعني نعكس العملية في مشاريع في الجزائر إن شاء الله راح تطور قريبا، احنا نشرف على تطويرها، تطور حسب المعايير الدولية بمواصفات دولية إن شاء الله، نتأكد أنه طورت بالشكل الصحيح بالجودة الصحيحة باش كان بروتيجي والقيمة تاع هذا العقار ونديروا لاجيستيون تاع هذا العقار بشكل صحيح. المشروع هذا بدا في 2018 ان شاء الله، ورانا لاحقين 80% قريب نكملوه. لي موداليتي دو بايمون تاعنا عندنا باركاش او عن طريق قرض اسلامي، عن طريق القرض من ناحيه دعم لا بونيفيكاسيون، ناحيه الدعم. المشروع تاعنا هذا فيه جميع المرافق. قطاع الترقية العقارية في الجزائر يعرف نقلة نوعية رغم الصعوبات وارتفاع الأسعار، والدليل على هذا هو بروز عدة شركات منتجة في المجال، وهذا ما انعكس عقب قرار وقف الاستيراد. إذن كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير المعد من طرف فريق الإعداد. إذن نبدأ بكم سيدي، أنتم تمتلكون شركة عقارية مختصة في البناء وترقية العقارات بولاية بجاية، قمتم بإحضار مشروع إنجاز فيلات على شاطئ البحر، ليس على شاطئ البحر، ريزيدونسيال في بلدية وادغير. نعم، دونك كما قلتم، دونك في هذه الطبعة احنا في مشروع ترقية العقارية، دونك قمنا بإنجاز عدة مشاريع على شكل شقق، ولكن في هذه الأخير أردنا أن نخرج شوية على خرجنا شوية على الحاجة المألوفة هي الشقق. قمنا بإنجاز مشروع يتمثل في 35 فيلا متموقعة ببلدية وادغير
على مشارف مدخل ولاية بجاية. هم فيلات بكل التجهيزات الحديثة سواء من حيث الإنجاز أو من حيث التجهيزات. دونك أردنا بها أن نقدم للمشتري أو للجمهور أو للعائلات الجزائرية، أردنا أن نقدم مشروع جديد يخالف المشاريع اللي والفها الشعب الجزائري، ويتمثل دونك في 35 شقة مشيدة على قطعة أرضية مساحتها هكتار ونصف. دونك هي عبارة عن شقق، عبارة عن فيلات تتراوح بمساحتها بين مساحة الأرضية المشيدة عليها بين 270 حتى 430 متر. دونك المساحة المشيدة بين 117 حتى 130 متر، فيها قبو زائد طابق أرضي وطابق الأول. دونك أردنا أن نقدم مشروع يتوافى مع المستجدات. سيت ان بروجي دو كونستركسيون مودرن. نعم. وأردنا أن نقدمه بحسب مواصفات وأسعار معقولة في متناول الجميع. نعم. سيد زراري حسام، أنتم تسيرون أيضا شركة خاصة بالسيراميك، معروفة جودة السيراميك الجزائري التي اكتسحت العالم. اليوم جئتم إلى سكناتيك إكسبو لعرض منتوجاتكم، كيف كان إقبال الجمهور على منتوجاتكم؟ بالنسبة لشركة كونفور سيرام، هذه أول مشاركة لشركتنا، مع أنها جديدة يعني في السوق الجزائرية، لأنها لم يمضي على بداية الإنتاج عام بعد، يعني عندنا 6 أشهر. كانت أول مشاركة لنا في هذا الصالون الممتاز، يعني صراحة خاصة من ناحية الإقبال ومن ناحية أنه قدم ما عليه، يعني أنه قرب المنتجين أو المسيرين العقاريين من الزبائن، وكذلك الزبائن يعني أتيحت لهم فرصة أنهم يطلعوا على المنتوجات وحتى الشقق ومختلف المنتوجات كذلك المعروضة هنا في الصالون. وهذا دور الهدف الأساسي من الصالون، أننا نحن نتقرب من الزبون، وكذلك الزبون تكون له فرصة أنه يتعرف على الشركة أكثر. نعم. إذن الصالون مستمر حتى إلى غاية 14 جانفي وأنتم حاضرون دوما معنا. سيد نسيم، بالنسبة لمجال الترقية العقارية عامة المواطن يلجأ إلى القروض البنكية حتى يستطيع شراء أو مثل هكذا شقق أو حتى فيلا، كيف تتعاملون مع البنوك، قرض الصرفة الإسلامية، قروض ما بعد الإنجاز، ما قبل الإنجاز؟ دونك نحن في مشروعنا هذا أتحنا الفرصة للعائلة الجزائرية من أجل الاستفادة بالقروض. تعاملنا مع بنك وطني. العائلات الجزائرية اللي راهي مهتمة بمشروعنا، حبت تستفد، حبت تملك فيلا تاعها، من عندها حق تتقرب عندنا لي كوردوني تاع البنك اللي نتعامل معاه، تتقرب معاه وتنجم تستفاد من قرض على حسب مدخولها. نعم. اذا يعني افهم من حديثك انه الاسعار في متناول كل ان شاء الله العائلات الجزائريه. اردنا ان نستغل فرصه هذا الصالون لكي نقدم عروض تتناسب مع المدخول العائلات الجزائريه ومع طموحاتها ان شاء الله. نعم. سيد حسام، شركة السيراميك لها بعد جزائري، تقوم بالتوزيع على مستوى ولايات الوطن، لكن هل تطمحون للوصول لنقطة التصدير خاصة في إفريقيا؟ الحمد لله، يعني منذ انطلاق مصنعنا كونفور سيرام يعني عملنا على أن تكون جودة المنتوج تضاهي المصانع الجزائرية الموجودة الآن، لأن الجزائر في الوقت هذا في الوقت الحالي تتحول أوتوماتيكيا من مستورد للسيراميك إلى مصدر إن شاء الله، وهذا كل هذا بسبب تنوع المنتوج الجزائري وسبب كثرة المصانع والتنافسية اللي في السوق، يعني أعطت خطوات ولا تسارع في الخطوات من أجل التقدم بخطوات سريعة إلى تصدير والمنافسة على إنتاج جودة عالية إن شاء الله.
إذا أنتم أيضا الشركة تنتمي إلى مجمع العموري. نعم، وهذا المجمع يضم أيضا شركة خاصة بالترقية العقارية. هل هناك علاقات ربط ما بين السيراميك الذي تقومون بإنتاجه وكذا الشقق والسكنات التي تقومون ببنائها؟ أكيد، أول حاجة شركة كونفور سيرام تنتمي إلى مجمع عموري، وهو مجمع إن شاء الله معروف في الجزائر، يعني مختلف الأنشطة خاصة مواد البناء اللي هي الإسمنت والياجور وسيراميك حاليا، كما كذلك يوجد ريسكات البلاستيك، المياه المعدنية، عدة نشاطات. أما بالنسبة بين العلاقة بين الترقية العقارية الموجودة على مستوى ولاية باتنا وهي ترقية التعمير وعلاقتها مع مصنع سيراميك، يعني علاقة وطيدة ومباشرة، يعني الشقق لما تنتهي في الإنجاز أوتوماتيكيا حتروح إلى الفينيسيون، يعني المرحلة النهائية اللي تعتمد على السيراميك، وهذا الشيء اللي سهل لنا، يعني حتى في وسط المجمع سهل ياسر العملية هذه. شكرا لك سيد زراري حسام، نتمنى لكم كل التوفيق في مشاريعكم. سيد نسيم شيبان، لو نرجع بكلمة أخيرة حول مشروعكم كخلاصة، هل ترون أن هذا الصالون خدم مشروعكم مباشرة؟ هذا بالتأكيد. دونك لما قررنا بالمشاركة في هذا الصالون كان عندنا هدف، ألا هو الاستفادة من هذا الصالون والتقرب أكثر من عدد كبير من العائلات الجزائرية، وهو شيء الحمد لله المحقق إلى حد الآن، وشيء ما زال إن شاء الله نتمناه إن شاء الله من اليوم الآخر إن شاء الله نزيد إن شاء الله نتقرب أكثر وأكثر من العائلات الجزائرية إن شاء الله. كل التوفيق لك سيدي نسيم شيبان في مشروعكم أيضا، وحتى في مستقبلا في المشاريع الأخرى. برنامجنا متواصل معكم مشاهدينا، نلتقي بعد هذا الفاصل وضيوف جدد دائما من قصر المعارض صافاكس، ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام مجددا في هذا البلاتو الخاص بتغطية فعاليات الطبعة الثانية من سكنتك. الزوار دائما في إقبال مستمر، لكن الضيوف معنا يتغيرون. أسعد كثيرا باستضافة شابتين جزائريتين، واحدة في مجال الهايتك والثانية في مجال الديكور، لأن القوة الكبرى في جزائرنا هي شبابها. لهذا أردنا أن نختم هذا البلاتو بأمال سي ذهبي، وهي مؤسسة شريك فنار جروب والمشروع ستارت اب وهو إيموتيفاي. شكرا على التقديم. Alors, voilà, je suis Amal Sidahbi, je suis architecte de formation qui a fait l'EPO. Alors, j'ai fini en 2018. Après, en mai 2022, on a lancé la start-up. Avant de commencer, قبل ما نبداو في الحديث على إيموتيفاي اللي هي أيضا شريك لهذه الطبعة، أمر إلى جانب الديكور وشابة أخرى، وللصدفة أنها أيضا تحت اسم أمال، لكن أمال أكادير. هي أيضا تنتمي إلى مؤسسة ديفانو الخاصة بالديكور، لكنها ديكورات من نوع آخر. مساء الخير. مساء النور، شكرا لكم على التقديم، شكرا لكم على الاستضافة. Alors, je me présente Amel Agadir. Je suis déléguée commerciale chez Divano. Elle est spécialisée dans la salonnette. Elle est إذن قطاع الرقمنة قطاع مهم جدا في الجزائر. اليوم جزائرنا تهتم كثيرا بهذا القطاع، وخاصة أنه قطاع مسير تقريبا من طرف الشباب ومن طرف تحت طبعا إمرة أفكار خاصة بالذكاء الاصطناعي. إيموتيفاي فكرة قبل ان تكون مشروع، كيف بدات هذه الفكره؟ الوغ حنايا في الاول اون كومونسي بدينا اون 2018 كي تخرجنا اسسنا شركه واسمها فنار جروب، اللي هي اون اجونس كي سبيسياليزي دون لو ماركتينغ ايموبيليي. الوغ اون ترافايي افيك بزاف لي بروموتور ايموبيليي، اي اون ديكوفير كو لو مارشي تاع ايموبيليي نوف اون اجيري الي اون ديسفونكسيونمون توتال. il y a une asymétrie d'information، المشتري والموقع العقاري والانسان اللي حاب يشري ما عندهمش لو ميم نيفو دانفورماسيون. Alors maintenant, peut-être l'idée est de créer une infrastructure digitale pour régulariser le marché. Voilà. نعم، اليوم أنتم مشاركون كشركاء لهذا الصالون، كيف كان إقبال الجمهور عليكم؟ هل كان فيه تفهم للفكرة أو التطبيق؟ فوالا، ألوغ الصالون سكنتيك نوزا خلانا نتواصلوا ديريكتومون مع لو كونسيرني أون بروميي ليو، كيل كو سوا البروموتور ولا اللي حاب يشري سكنة جديدة في الجزائر في البروموسيونال ليبر سورتو. الناس تقبلوا الفكره وعجبتهم، باسكو حنايا لو بوين نوتر اوبجيكتيف بروميير سي دو كريي لا كونفيونس، ان بوين دو كونفيونس انتر لي بروموتور اي لي فيتور زاكيرور. دايور المشتريه الحاجه الاولى اللي انا حابين نفيكوليوها سي لا كونفيونس، باسكو كيما تعرفي المارشي تاع العقار ماشي مارشي ساهل، فيه بزاف دي زغناك اي تو. وحنا اون ايساي تاني اون ايد اون كونتر بارتي لي بروموتور اللي عندهم مشاكل في لا كوميرسياليزاسيون تاع لي بروغرام نوف تاعهم، يجيو يحطوا في لا بلاتفورم تاعنا، ومن جهه الملقي يكون ساتيسفي والمشتري حنايا نمدوا له لا كونفيونس، نضمنوا له لا كاليتي تاع لو بروغرام اي بيان سور لا ريغولاريتي تاع لو بروغرام اي لي بابيز. فوالا، كل الحظ لكم امال. نمر الى امال الثانيه. امال تقدموا صالونات من نوع اخر تعتمد على التراث الجزائري، على افكار كانت في تقاليدنا القديمه ويمكن نقول انها انقرضت اليوم. من أين جاءت فكرة إنجاز هذا النوع من الصالونات؟ هي في الأساس ليدي اللي فينو دو لا لو فات كو حنايا مالوروزمون لي صالون تاعنا تاع بكري المطارح كيما نقولوا لهم ولينا ما نشوفوهمش كاريمون. ما دوكا ميم لي كليون دوكا كي بداو يجونا للصالون يقولوا ام طرح تاع زمان اي تو سون ريفوني سا نو في بليزير
سا فو دير كو حنا حنا اللي رجعناهم حييناهم جاتنا الفكره منا بدينا نخمو كيفاش الصالون تاع بكري راح يولي دوك بصح سون كو نحسوا لي جون ثاني لازم يحبوه ميم لي دي هادي ما حش تكون غير بوغ لي فيو ولا بوغ les personnes âgées, même les jeunes doivent aimer hadou les modèles. Alors on a essayé de faire quelque chose de différent. Khlina hadouk el mtarah tetrah ta zman ou avec d'ailleurs même li tarhom c'est des personnes âgées ta le domaine. بصح بلمسة عصرية فوالا بوغ ومريحة الشيء اللي لاحظتوا انها كانت مريحة جدا في حتى في الجلوس جوستومون انا شوازي لي برودوي فريمون كي فون فريمون الكليون كي يشري لو كونفور افون تو ما يشريش غير صالون ولا بوغ لا ديكوراسيون ولا نحبوا الكليون ثاني يستعمل هذاك الصالون ما يخليهش غير بوغ لا ديكوراسيون ولا فوالا. وكيفاش كان اقبال الجمهور على هذا على الصالونات هذه في خلال هذا المعرض؟ سانسيرمون اون اي تري ساتيسفي بالجهه هذه باسكو عرفنا لو بوت تاعنا ديجا كي شاركنا في الصالون هذا سيتي دو بروموفوار نو برودوي c'était le premier but c'était de se rapprocher de nos clients de faire connaître ce modèle les modèles تاعنا الحمد لله يا ربي انا اقبال جد يعني جدا كومون دير لو مو ديزولي مشرف فوالا مشرف يعني الحمد لله و انا في دو نوتر ميو pour ne pas toucher trop le pour ne pas trop toucher يعني يمكن القول انه انكم وصلتم الى الهدف الهدف كان استقطاب اكبر شريحه من المواطنين لاقتناء هذه الصالونات بالنسبه للاسعار هل هي اسعار تنافسيه ام انها يعني اسعار غاليه مقارنه بالقدره الشرائيه للمواطن الجزائري هي ممكن تكون مختلفه قليلا يعني من هذه الجهه ممكن كاين ناس يشوفوها غاليه وكاين ناس يتقبلوها لما يعرفوا واش فيها ومن داك كي نقولوا هكا لو كليون تيل بيس الف سا لا سوم هذيك مي داكور بوتيتغ او ديبي فا دير ا بوركوا نقول له ايساي لا سييها تشوف ديك اللي ساي ديجا تما كيبدا يتقبل لو بري هذاك دونك بو موا لو كليون اللي يحب يشري الكونفور ولا يشري العفسه فريمون كو ساعدو ولا جو سي با كومون دير اكزاكتومون لو مو اي سا فو لا بين باسكو لا كاليتي اوسي اذا لو ثقافة الجزائري ممكن انها تفضل انك تشتري صوفة او صالون من ماركة معينة مستورد لكن ممكن يعني يكون باهظ الثمن لكن يفضل انه شراء هذا اللي هو باهظ الثمن فقط لانه من الخارج ولكن شيء اللي يكون جزائري 100% عامة المواطن الجزائري يقول لماذا هذا السعر رغم انه جزائري il faut savoir que nos produits sont vraiment de très bonne qualité هذا واش حبينا نقولوا من داك اللي ما يقدروش يتفهم الشعب ما يقدرش يتفهم هذا الشيء nos produits sont très bien étudiés ما حنا on a jamais essayé d'acheter quelque chose juste comme ça on importe la matière première par exemple هكذاك اون ايساي دو فير لو ميو بوسيبل باش ديجا اون بروميي دوغري نعرفوا لو برودوي تاعنا تسمى من داك مانيش نخمو ديراكتومون الفايده ولا نخمو بوكو بلوس هذاك لو برودوي حنايا سي نوتر بوت فريمون لي صالون تاعنا تاع لي صالون التقليديين تاعنا يولوا فريمون معروفين يولوا
فريمون كيما كانوا بكري يكتسحوا العالم وحتى يوصلوا الى مرحله التصدير ودخول الاسواق العالميه. ايتاب باغ ايتاب ان شاء الله نلحقوا لها. سي فريمون نوتر بوت باسكو اي فو سافوار كو راهم يدوا عندنا ليدي هذيك تطرح راهم تمشي برا هذه. Pourquoi ne pas d'ici, مدزاير؟ Et c'est ça notre but. إن شاء الله أمال وكل التوفيق ليك وكل فريق العمل اللي معاك وواقفين على رأس شركة ديفانو. نمر ليك أمان من أمال من إيموتيفاي الهاي تك يكتسح كل شعوب العالم كل شباب العالم. ما هي مشاريعكم في هذا المجال؟ الحين تواصلوا دائما في مجال التقنيات والتكنولوجيا. حنايا راح نسيو ناميليوريو لا سوليسيون تاعنا باسكو لازم يعرفوا بلي اكشوالمون الدوله عامه والوزاره المؤسسات الناشئه راهي تدعم في الشباب. حنا واحده من هذوما لي ستارت اب كي سون ايتي لابيليزي. حنا راح نمدوا الماكسيموم تاعنا باش نبدلوا هذا المارشي تاع العقار ونسيو ننظموه على حسب باش نقدروا حنا. و على كل مره نسي داميليوري لا سوليسيون تاعنا اللي هي اون ابليكاسيون موبيل اي اون بلاتفورم اون اجوتون على حساب لو روتور تاع لو كليون اي سادير لاشتور اي لو بروموتور ايموبيلي. حنا اون ديفلوب لابليكاسيون اون انترن كوم سا باش على كل مره اون اميليور افان دو ريبوندر ميو او بوزوان تاع لو بوزوان روسونسي سور سو مارشي. اذا راح تبقاو فقط مسلطين الضوء على مجال العقار، ما فيش امكانيه الانتقال الى مجال اخر؟ حنايا اكتوالمون اون سبيسياليزي في العقار ريزيدونسييل بروموسيونيل وان شاء الله اذا فريمون سا سي بيان مارشي تري بيان ان شاء الله ثاني نوليو نطوروا نكسروا لا نيش تاعنا تولي نكملوا في لو ميم فيرتيكال ريزيدونسييل ابري كوميرسيال وان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله امال كل التوفيق ليك والايموتيفاي وكل التوفيق ليك والديفانو. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه لمحه صغيره على اجواء فعاليات طبعه ثانيه من صالون سكناتك اكسبو. نتمنى لكم متابعه طيبه رفقه باقي برامج قناه الاقتصاديه الاولى. اسقاسم قاس وكل عام والجزائر بالف خير. الى اللقاء.